الموضوع المرتبط بالاقتراض لأداء الأجور، أولا لم يعد ممكنا أن نقترض لأداء الأجور في المغرب بحكم القانون التنظيمي للمالية. القانون التنظيمي للمالية يمنع أن يقع الاقتراض من أجل نفقات التسيير. الاقتراض لأمرين، إما للاستثمار أو لأداء ديون سابقة، خاصة أن المغرب اختار سياسة تدبير النشاط للدين، بمعنى ديون بفائدة كبيرة وبمدة زمنية مرهقة، أو يقع الاقتراض بفائدة أقل لمدة زمنية أيسر ويحل الإشكال، ولهذا من الناحية القانونية غير ممكن. ثانيا، عملية الاقتراض تتم في إطار ما نص عليه قانون المالية الذي يصادق عليه البرلمان، لأنه ينص على المقتضيات المرتبطة بكيفية إما العجز أو الاقتراض أو خدمة الدين أو مقتضيات ذات طابع مالية، والحكومة عندما تقترض في إطار ما نص وسمح به قانون المالية. والعنصر الثالث أنه سبق أن صدرت توضيحات تقول بأن هذه العملية في إطار أداء قروض سابقة. أما وضعية أداء الأجور، أنا أدعو هنا إلى الاطلاع على التقرير الدوري الذي تصدره الخزينة العامة للمملكة، والذي يقدم مؤشرات حول وضعية الموارد الضريبية ونفقات الاستثمار وغيرها. الأجور في بلادنا في علاقتها بالموارد الضريبية المحصلة راه عندنا إمكانات ليست بالسهلة، موارد مقدرة، وهذا الأمر بين، بحيث أنه الموارد الضريبية ارتفعت ونفقات الاستثمار إلى غاية نهاية يوليو تجاوزت 33 مليار درهم.